ماراثون البيت الأبيض أمامه يومان. جعبة المرشحين امتلأت طوال أشهر المواجهة بوعود انتخابية، لكنها أخرجت أيضا قاموس لواذع الكلام وأكثره إلاما، والهدف طبعا الجلوس خلف المكتب البيضاوي. وفيما هوية ساكنة المأمولة تحتضنها بعض الولايات علنا، سبع أخرى متأرجحة هي من تخفي ملامحه وتحددها. فخط النهاية ترسمه ولايات أرجوانية لتشكل مسرحا حاسما للمعركة الانتخابية، مع قدرتها على قلب موازين القوى في كل دورة انتخابية ببضعة آلاف من الأصوات. السؤال: مهمة الأمريكيين ما هي؟ هي مزدوجة في الخامس من نوفمبر الحالي، انتخاب رئيس جديد وغرفتي كونغرس ب 469 عضوا جديدا، وفي وقت أدلى نحو 75 مليون ناخب بأصواتهم شخصيا أو عبر البريد، فيما يعرف بالتصويت المبكر تنتظر الأغلبية يوم التصويت الفعلي. فتح مراكز الاقتراع يختلف موعده من ولاية لأخرى وحتى بين المقاطعات. ولاية مين شمال شرق البلاد ستفتتح التصويت، فيما ستختتمه في ألاسكا. 50 ولاية وسبع وثلاثون منها لم تغير توجهاتها منذ 24 عاما، أي أنها تشهد استقرارا حزبيا. فبعض الولايات وغالبيتها في الجنوب والغرب الأوسط والسهول الكبرى صبغتها حمراء كما نتابع، ومعروفة بوفائها للجمهوريين مثل ألاباما، فلوريدا، وست فيرجينيا، ألاسكا وأوهايو. فيما اللون الأزرق كما نتابع الآن هيمن لعقود على ولايات وفية للديمقراطيين واقعة على طول السواحل الشرقية والغربية، وكذلك في الغرب الأوسط مثل كاليفورنيا ونيويورك وفيرمونت وواشنطن وماساتشوستس، لتبقى السبع الأرجوانية أو المتأرجحة ساحة حسم للمرشحين، مع قدرتها على تحديد هوية ساكن البيت الأبيض أحياناً ببضعة آلاف الأصوات، وهي أريزونا، ميشيغان، جورجيا، بنسلفانيا، نيفادا، ويسكنسن ونورث كارولاينا.